معنا السفير الأمريكي في أفغانستان. أعتقد أنه من الواضح للأمريكيين ولصناع القرار السياسي في أمريكا ولأي شخص له مصلحة في هذا البلد أن أفغانستان وبغض النظر عن القائد يجب أن يكون لديها علاقات مع الدول المجاورة. لا نريد حربا بالوكالة، ولكن نريد من الدول المجاورة أن تكون معنية أيضا في المفاوضات من أجل مستقبل أفغانستان. ولكن أي نشاط عسكري أمريكي قادم سيكون بالتنسيق الكامل مع الحكومة الأفغانية. الناس هون ليسوا مرتاحين، هناك الكثيرين اللي نزحوا من عدة مناطق أخرى إلى العاصمة كابول، يعتبرون أن العاصمة قد تكون هي أأمن من المناطق التي كانوا فيها لأن طالبان يتقدم. كما ترون الحياة في المدينة تبدو طبيعية لمن يزور أول مرة، لكن في الحقيقة يظهر أن الكثير من رجال الأعمال والمقتدرين تركوا المدينة خشية من طالبان. نحن سألنا عن الوضع فقالوا لنا بأن هناك عمليات نشل تتم وعمليات إجرامية تتم بسبب أيضا وجود الكثير من النازحين الذين قدموا من مناطق في الشمال هربا من طالبان التي سيطرت على العديد من المناطق. علامة إقبال الفيلسوف العظيم وصف أفغانستان في إحدى أشهر القصائد وصفها بقلب آسيا، وهذا هو سبب المتاعب.